ده وصيف الدوري حتى هذه اللحظة في جدول الترتيب النادي المصري. نروح بقى لمتصدر ترتيب الدوري الممتاز حتى هذه اللحظة نادي انبي. معايا عبر الهاتف الكابتن محمد اسماعيل مدير الكرة بنادي انبي. يا فندم مشرف ومنور، انبي يفرح بصراحة ما اكذبش عليك يعني. يبقى كريم محترم، وببقى سعيد جدا لما ببقى معاك في الحقيقه يا حبيبي. ده انا اسعد، بس انا بقول ان بيفرح كل الانديه اللي في مصر كلها تفرحنا، بس ان بيفرح عشان مشروعكم الحلو الواضح اللي فيه شباب، اللي فيه لاعبين موهوبين، اللي فيه لاعبين صاعدين، اللي جايين من قطاع ناشئين من ان بي، وانك تبقى موجود في صداره جدول ترتيب الدوري حتى لو لسه في فرق ماتشات مؤجله. طبعا حتى لو في ماتشات مؤجله، بس المكانه دي مكانه اكيد انتم مبسوطين منها جدا 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 والله يا كريم. الحمد لله رب العالمين، بحمد ربنا وبشكره جدا على المكانه اللي احنا فيها في الحقيقه. بس هي فعلا اللي مفرحنا قوي يا كريم ان احنا فكرتنا الحمد لله بتنجح، سواء لعيبه سواء حتى مدربين. يعني الحمد لله كابتن سيد ياسين اسمه يسمع في الفتره اللي جايه مدرب من ابناء نادي انبي، وكالعاده زي ما قلنا ان احنا لعيبه او مدربين يا كريم. انت شايف الحمد لله فرقه انبي اعتقد فيها حوالي 18 19 لاعب من ناشئين النادي. هايل. ودي حاجه بصراحه جميله. احنا انبي الفرقه الوحيده اللي ما دعمتش السنه دي خالص بلعيبه، يعني ما اشتريناش، وده التارجت او ده الهدف اللي احنا كنا عايزين نوصل له. يعني بستغرب شويه لما الناس تحاول تقلل من ده، تقول اصل في ماتشات متاجله. احنا خلينا في يعني ايه القصه دي، لو حطينا قصادها ان احنا بنلعب بفرقه شباب اعتقد توازن الكفه. ولا احنا انبي الحمد لله عاملين موسم كويس، اتمنى من ربنا ان احنا ننهيه واحنا على الاقل في المربع الذهبي، يعني ده عشان يبقى تتويج للفكره اللي انا شايف ان هي ممكن يبقى حل للكره المصريه كريم في الوقت الحالي، وهو ان انت تعتمد على اولادك. تقلل هو شويه هو هو الميزه بقى. هو الميزه كابتن محمد الشغل اللي انتوا عاملينه في انبي دلوقتي ده، ان هو المفروض كمان يبقى معدي لغيرك. يعني ايه؟ انك ماشي بشكل كويس هتلاقي بعد كده انديه جنبك تقول لك طب ما والله هو انا عمال اشتري ليه وبصرف كتير، ليه ما انا اشتغل على قطاعات الناشئين بتاعتي واطلع لعيبه صغيره؟ ما هو انبي اهو شغال بشكل محترم جدا. فانت كمان مش بس انت بتحاول تنجح، انت كمان بتخلي اللي جنبك ممكن يفكر يقلدك. والله دي وحاجه كويسه، اقصى امانينا دي، اقصى امانينا فعلا يا كريم ان احنا الناس مش هقول تحذو حذوانا عشان ما نبانش ان لا احنا لا لا يعني عادي عادي بالعكس، بس اللي هو فعلا احنا عندنا تجربه انا شايفها رائعه جدا، مساعدنا جدا طبعا طبعا قطاع الناشئين اللي عندنا في انبي القطاع القوي جدا. بس في نفس الوقت لازم الانديه حتى لو ما عندكش تبتدي تفكر بشكل مختلف، لان لو فضلنا على كده احنا الاسعار راحه في يعني صعبه جدا بالنسبه لاسعار اللعيبه دلوقتي، بنسمع ارقام برضو كبيره. بس في نفس الوقت انت لو عامل احتياطي او مخزون عندك للشباب الصغير اعتقد ده يقلل من تكاليفك شويه. وممكن احنا في نادي انبي احنا يعني الحمد لله بنستثمر كمان في من الموضوع ده، لان احنا عندنا بصراحه هقول لك لفظ كده انا يمكن اول مره هقوله كده كان عاجبني اللفظ ده، احنا انبي عامل زي الجوهرجيه دلوقتي يا كريم. انت بتعمل جواهر من قطاع الناشئين عندك مميز، ممكن ناس مش شايفاهم، بعد شويه بتلاقي جوهره هنا وجوهره هنا. فانا شايف ان الموضوع ان شاء الله السنه دي عارف هيبقى عارف. احنا كنا مع بعض يا كابتن محمد في لقاء قريب، وهو ده بقى ده بين قوسين اللي بيتسمى حرفيا يعني مع كامل احترامي للجميع، ده اللي اسمه استثمار رياضي. اللي حقيقة انت بتشتغل من تحت بتطلع حاجه يعني كلهم لعيبه عظيمه، بس اقصد ببلاش يعني بتطلعها ببلاش طبعا. بعد كده طبعاً. بعد كده بتبدا تستثمر فيها، تجيب ارقام عظيمه جدا، فتاخد الفلوس دي تستثمر في قطاع الناشئين وهكذا. اهو ده بقى الاستثمار النموذجي. هي دي فعلا يعني الصناعه يا كريم. وانا اتمنى ان كل انديه مصر تمشي بنفس الشكل. صدقوني الكره في مصر هتتغير شكلها، وهنوصل للي احنا عايزين نشوفه في الكره المصريه. صح. مش بقول كلام اشعار والله يا كريم، بس انا بقول لك حاجه انا عايشها. احنا من السنه اللي فاتت واحنا بنعمل التجربه دي، واعتقد ان هي ثابته اثبتت نجاحها لغايه دلوقتي. واتمنى من الله ان هي نكملها لنهايه الموسم ده، عشان احنا فعلا تعبنا قوي عبال ما ايه بنحاول ننجح الفكره يا كريم. صحيح. النهارده في مباراه زد عندنا وقت كتير قوي 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 في كرة واحدة في نهاية المباراة كانت لزد، والفار تدخل وقت كتير قوي يا كابتن محمد في موضوع الفار ده. وكلنا هقولها بصراحة يعني مستائين من فكرة انه في وقت يا جماعة بيضيع كتير، احنا بنبقى قاعدين قدام الشاشات انا مش عارف الماتش هيخلص امتى يعني. طب والله يا كريم انت اتكلمت في نقطة جميلة جدا، يعني عايز اقول لك ان في التوقيت ده كان فاضل على الوقت الضايع اللي اداه الحكم
ويخلص 30 ثانيه اصلا. اه يعني في التوقيت ده كان فاضل على الوقت الضايع 30 ثانيه، الحكم راح حاسب 3 دقائق تانيين عشان احنا. طب ما احنا، ما هو اللي واقف كان 30 ثانيه. الحاجه المشكله كمان ان الطبيعي الفار معمول ليه يا كابتن كريم؟ عشان لما يبقى فيه مشكله الحكم يروح. صح. لا، الحكم قاعد يناقش مع الفار في الملعب، انما لو هو راح من بدري. أيوة. الوقت اللي انت بتتكلم عليه ده بقى ما احنا نوفره يعني. يا جماعه مش معقوله يعني، حتى لو اتحسبت او ما اتحسبتش، بس في النهايه انت طالما الفار بيندهلك لازم تروح له. ما انت محتاج نقاش ليه؟ ما هو الفار ندهلك ده معناه ان الفار بيقول لك قرار عكس القرار اللي انت خدته. وبعدين فانت تفضل بسرعه روح يعني. مش يا كريم. اما هيروح للشاشه اللي هو الفار يعني، الكلام مع النظر خلاص هيأثر المسافات. بالظبط. انما احنا قعدنا تقريبا 6 دقائق عمال يتكلم مع الحكم، في الحكم بيكلم الفار بالسماعات. وفين لما راح؟ قعد تقريبا دقيقه ورجع قال لك مش جول يعني. لانها مش عايز اتكلم عشان انا طبعا مصلحتي، انما هي فعلا مش جول، باينه جدا، باينه جدا ان هي مش جول. صحيح. يعني مش محتاجه كمان الوقت ده كله. انا مش عايز طبعا اتكلم على التحكيم، بس اقول اللي انت بتتكلم فيه من ضمن الحاجات اللي هي برضو بتعطل يعني. قعدنا تقريبا كام دقيقه كريم، وفي الاخر يعني ما هو من الاول. أيوة. طالما الفار قال لك استنى. صحيح. روح له. صحيح. انا اسف يعني، بس ده اللي كان المفروض يحصل. صحيح. يا كريم. كابتن محمد اسماعيل مدير الكره بنادي انبا، انا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله. طيب.